بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للفيديو اللي فات اللي اتقطع من النص لان اخر مده للتصوير تلت ساعه، نكمل شغلنا. احنا عرفنا ان انا اخد بالي من الانبوت هو يونت ستيب ولا مش يونت ستيب علشان هيفرق معايا في النهايه في الاناليسيس بتاعتي، وهيفرق معايا في قيمه الستيب ستيت. القيمه اللي بتطلع على الرسمه دي مش الدي سي جي، القيمه اللي بتطلع على الرسمه دي اسمها الستيدي ستيت فاليو. يبقى ديت الستيدي ستيت فاليو. ممكن في بعض الحالات تلاقي ان الستيدي ستيت فاليو هي نفسها الكي، مفيش مشكله، الكلام ده بيحصل امتى؟ لما يكون الانبوت يونت ستيب. ممكن في حالات ثانيه تلاقي ان الستيدي ستيت فاليو ما هياش الكي. طب اجيب الكي ازاي؟ بنجيبها من القانون ده، ان الكي بيساوي الستيدي ستيت اوتبوت اللي هي 30 مقسومه على قيمه الانبوت اللي هي 2، هيديني قيمه الكي اللي انا اقدر اكتبها هنا في القانون. طيب ده بالنسبه للستيدي ستيت. في بقى ملحوظتين مهمين جدا اتقالوا في المحاضره، معرفش ممكن يجوا في امتحان ولا لا، او يعني فايدتهم ايه؟ يعني فايدتهم هل هم محطوطين كملحوظه عاديه على بيرة ولا محطوطين ان هم ممكن يجي عليهم اسئله؟ فهنقول الملحوظات. الملحوظه بيقول لك ان اي سيستم من السيستمز اللي قدامك دي بيوصل لقيمه الستيد ستيت بتاعته بعد 5 من التايم كونستانت. يعني هقول تاني، اي سيستم من اللي قدامك دول بيوصل ل 99% من الستيد ستيت، يعني بنقول ايه؟ وصل للستيد ستيت بتاعته بعد 5 تي. مثلا السيستم ده كان التي بتاعته ب 3 سكند، التي بتاعته يعني القيمه اللي بيوصل عندها البوينت 6 3 من الستيد ستيت. التي بتاعته كانت ب 3 سكند، يبقى هيوصل للستيد ستيت فاليو بعد قد ايه؟ بعد 5 في 3، يعني 3 في 5 ب 15 سكند، يبقى الستيد ستيت هتبدا بعد 15 سكند. بعد 15 سكند بيكون السيستم وصل تقريبا ل 99% من القيمه بتاعت الستيد ستيت بتاعته، علشان كده بنقول لك ايه؟ كانه وصل للستيد ستيت. يبقى لما يجي سؤال في الامتحان يجيب لك رسمه زي دي ويقول لك انا عندي هنا تي 3 ويجي يقول لك اوجد الزمن اللي بيوصل عنده سيستم للستيد ستيت، هنقول له ان الزمن ده عباره عن 5 تي اللي هي 5 في قيمه التي اللي هي 5 في 3 اللي هي 15 سكند. بعد 15 سكند هيكون السيستم وصل لايه؟ للستيد ستيت. لو انا اتكلمت على ال 4 تي بيكون السيستم وصل ل 98% من الستيد ستيت بتاعته. يبقى لو 5 تي يبقى وصل للستيد ستيت، يعني وصل ل 99% اللي هي يعني القيمه اللي هيوصل لها. وبعدين لو كانت 4 تي يبقى بيوصل ل 98% من الستيد ستيت بتاعته. اتاكد بقى ان مفيش ملحوظات ناقصانا على الجزء ده. طبعا اوامر الماتلاب اللي انت هتقدر ترسم بيها الريسبونس ده موجوده عندك في المذكره، الناس تقدر تاخدها وتجربها وتشوف شكل الريسبونس عامل ازاي، وتشوف التي وتشوف الكي وتشوف الايه البارامترز اللي موجوده عندك في الرسمه. كده احنا خلصنا الستيب ريسبونس سواء كان يونت او مش يونت. كان يونت لما كانت الار اوف تي بواحد، وكان غير يونت لما حطينا الار اوف تي باي قيمه ثانيه. وعرفنا شكل الرسمه بتبقى عامله ازاي، وعرفنا ان في عندي ترانزيانت ريسبونس والستيدي ستيت ريسبونس، وعرفنا ان ترانزيانت ريسبونس بيتوقف على الجول ولا يتوقف على الانبوت، وعرفنا ان الستيدي ستيت ريسبونس او عرفنا ان انا بتحكم في السيستم بتاعي من خلال التي، واقدر اتحكم في التي من خلال البارامترز اللي متصمم بها السيستم سواء كان الكتريكال او ميكانيكال او ليفل كنترول وهكذا. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنحل مجموعه مسائل على الستيب ريسبونس للفيرست اوردر سيستم. وخدوا بالكم من ملحوظه مهمه، المفترض ان الناس دلوقتي بقى عندها المقدره انها تذاكر الجزء اللي بعد كده، اللي هو ايه اللي بعد كده؟ اللي هو الرامب ريسبونس او البارابوليك ريسبونس. كل العمليه هو السيستم اهو، بس بدل ما ادخل له يونت ستيب هدخل له رام. فاللي هيختلف عندي الار اوف اس، بدل ما هي هتبقى 2 على اس مثلا هتبقى 2 على اس تربيع او 1 على اس تربيع، وهتكمل السيناريو هيديك علاقه وهترسم بيها شكل مين؟ هترسم بيها شكل الريسبونس. انا برضه هحاول اذا كان في وقت اعمل لها فيديو ان شاء الله. في الفيديو الجاي نحل اسئله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.